يقولوا ما يطيح إلا الشاطر، تعيش وتاكل غيرها، لا في البال ولا على الخاطر، عليه وفيك يديرها. يقولوا ما يطيح إلا الشاطر، تعيش وتاكل غيرها، لا في البال ولا على الخاطر، عليه وفيك يديرها، عليه وفيك يديرها. مشاهدينا الكرام، تو الرجل في الفنان المطرب تاع العود يوسف حسين. حسين يوسف حسين حسين يوسف حسين، وهذا طبعا احنا على اساس انه هو الشاعر حوم العريب يجيب على اساس انا متفق معاه، وانا نفس الفكره الثانيه، بس حوم هذه يلعب معايا لعبه مره ثانيه على اساس انا بنيت العمل. حتشوف اللعبه في الاستوديو اوريك. عليه وفيك يديرها. مشاهدينا الكرام، تو انا قاعد في انتظار ماشي الحومه، قاعد هو يدرس لغه في السياره، الحومه راقي في مع الدروش. انتظروني. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا استاذ. كيف حال استاذ؟ حال استاذ. اخبارك؟ اخبارك؟ مرحبا يا الله. ان شاء الله. يسلمك. الله. بارك. يسلمك الله. السلام عليكم. ان شاء الله المنع خير. طولت. لا انا هنا والله. شنو عملك مواتي ولا شنو برنامجك؟ هذا البوم يا حبيبي انا. باهي يا سمعنا حاجة. انا عندي موعد عياده بس وينك وين يا فرحي؟ في حاجه ديما يديروا فيها الفنانين بعد يعودوا ولا يغنوا، في تغميضه العين دي. ايش معنى؟ هذه شو بدنا نقول لك؟ انت عايش مع اللحن، ما انت خلاص هاي. لا شو والله صدقني ما جاش. لا 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 انت معي ولا لا؟ عيديه عوديه لا لون، بس انت مستصغر خلاص. ما انا عارف انا قادر من الشغل. قصدي الشغل جايين عليه شنو؟ هو هذا توني وراني سوا الشغل جايين عليه، نحن متفقين عليه هو تونا. مش مع الاستاذ. ها؟ هذا تبغى هاي الشعب عمر قول عادي خطر علي هذه العياده كي خطر علي قلت لنا بيت برا. لا ليك معنا بنقعد عند الساعه 5. لا ما عندكش مشكله انت عرفت. لا لا مش هيك. لا ما عندكش مشكله. لا بالعكس انت عندك مشكله. عطلتني انا بدري يجي ساعه ولا ساعه ونص. والله هو كان قاعد استاذ كم لي انا مش بدري قبل بعدش انا كان بعد لي بانك زعلتك انا. لا ولا ما زعلش. لا هو قبلت بالعكس. لا ما هو الناس ما بيعرفوا. لا سيف انا ما ضايقك والله ايش تعمل. لا خلينا نطلع. لا قبلني انا وقبلني بالك. ها؟ لا والله بالعكس والله بالعكس والله نستغرب منك والله. قصدي كيف؟ أنت هذه ولا كيف ولا تو ولا ما فهمتش. لا 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 مش باين أنت سمع شي حاجة أخرى من البوم. أنا ننصحك بحاجة وين حوش مساعدية. قدم والله هيك جو هذا ماشي معك. مساعدية عرفت؟ وين حوش مساعدية؟ نفس العمل قدم نفس العمل. بانك نفس العمل. خويا يوسف أنت إنسان راقي. الله يسلمك. والله بأمانة. وحبيت أنا أعصابك. لا ما عندكش والله مشكلة والله ما عندك. وأنت قاعد في كاميرا خفية ترى في شهر رمضان المبارك العام الثاني. في عام 2022 والحفره هذه مفحومه. وهذه كاميرا شوف الكاميرا هذه ريتها شير لها يا سويه شير لها. وهذه الثانيه سيفه
عليه وفيك يديرها. طبعا هذه كاميرا خفيه تعرض شهر رمضان المبارك لعمل ثاني، وانا نتشرف انك انت موجود معنا في يا سيدي. تشرفت بك. اعطينا كلمه لله. ما فيش اي مشكله طبعا مع الحفله الهلاليه مرحوبه وبحمد قرار. ان شاء الله كل عام وانتم بخير يا سيدي، وان شاء الله نقدموا لكم الشيء اللي ينول اعجابكم ان شاء الله باذن الله في شهر رمضان. خويا يوسف انت مبدع وانا العب باعصابك وغنينا الاغاني القدم والجدد وكذا ولعبنا معك، لكن الذين ياثر فيا بصراحه والله. لا لو لعبني عاملينها. كان تبينا نعرضوها سيف راي، هذا موضوع مباشر تبينا نعرضوها ولا نمشيها يا فنان؟ ارضوا مشيوها. هيا قوم معي مشيها مشيها يا فنان. مشيها يا فنان. عليه وفيك يديرها. مشاهدينا الكرام، هذا الفنان خالد دحوتي وصل، والشاعر هما العريبي. تو انا قاعد كارس في السيارة وحسس ان هما قاعدين عندي معاهم ميعاد في استوديو ناصف محمود واخويا نزار. طبعا هذا ابن المبدع ناصف محمود. حلقتنا اليوم هي فكرتها طبعا على اساس ان احنا انا مدير انتاج، اني عندي عمل بننتج الرحومة وبيغني خالد دحوتي. شاهدوا معنا الحلقة إن شاء الله تاني عجبكم. منورين. عليه وفيك يديرها. مشاهدينا الكرام، أو تليفون يرن الهوم العربي على أساس تو أنا بنبدأ في الحلقة متاعي. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة. ألو. أيوة. مرحبا. كيف الحال؟ وين احنا في الاستوديو؟ استاذ انا صلي غير ظرفك شويه عائلي، عرفت احتمال اتاخر عليك. انا عرفت لا يا مرحبا، عندها موضوع هذا و... انا كشغابي انت في الوضع بتاع الامور العائليه، عرفت؟ باي نبلغ الاستوديو نرجو باي تراجوني، انت فاضيين ما عندك ما تديروا ولا لا؟ بانك بانك. آه لا ما عند اخوه بيني وبينك مروح من تونس، عرفت كم في العزيز. من هو هذا اخويا؟ انا خالد حوتي من هاي، ما قلت لك عليه. انت قصدي على اساس انت تجيب خالد الحوتي هو اللي بيغني. ما قلت لك انت قصدي يعني ما فيش الا خالد، انت جايب خالد ولا معاك حد اخرى معايا؟ بانك. لا خالد بروحه هو، ممكن انت كان تحبين حد اخرى بعد ما نبدا في الموضوع. لكن مانيش عارف هل الصوت استاذ خالد هل هو يجيب الصوت؟ هل ما فهمتش انا ما. انا حاسس ان هو خالد يعني ما مش ماشي معاه. كيف اول شيء يا استاذ شمك الله يا اخويا وليد، اول حاجه يعني ما تاخذش الموضوع بمحمل اخر، ولكن بنقول لك حاجه، لان اول شيء نحن مش اول مره نشغل حاجه كيف هذه. حومه اللي معك سلمى يا عبد الله. عبد الله من الاول قلت لك استاذ خالد، عبد خالد فنان غني على التعريف، عبد معروف. يعني الموضوع مش فلوس يعني. Why are you running؟ شوي غيرت رايي من الموضوع هذا بكل، ما عادش نبي بكل عامة، ما عادش نبي نخدم، ما عادش نبي ننتج. براحتك تبين مثلا لما تبيني نجي نتعارك معاك مثلا في الاستوديو. علاش انت عارف شو بيننا ما نقسمه؟ تمام استاذ تمام اعطيني شوية ونكون عندك استاذ. شوية ونكون عندك. تو تفهم باي انت باي فهمني تو راجيني جاي كذي باي طريقه يعني كما ظن احنا تو نشوف نحن عندك شو مشكله؟ طيب جاي انا جاي بفلوسي، انا جاي بفلوسي باش نتفق معاك. لا فلوسك اسمعني فلوسك كيف؟ اسمعني والله يا راجل اتقي الله يا راجل، عيب عليك يا راجل الكلام اللي تقول فيه هذا. يا الله ما شفتش منها والله ما شفتش منها. قلت لك توكل على الله، توكل على الله وخير. حبيبي حبيبي انت بتضحك علي حبيبي
كاميرا خفيه خلوتي وهذا ما عندناش علم. مشاهدينا الكرام، رأي هذه حلقه رحومه في الضحيه وخلوده في الضحيه. خالد حوتي غني عن التعريف في ليبيا كلها، ترى اقسم بالله ضحكه ولعبه خلوده. لا يا رب تبينا ندعوها خلوده؟ لا ذيع ودق وخلاص. مشوها الحومه والله يقول لك هذا مشيها. كلام الشفريقي مشيها مشيها مشيها. هاي ترى خش الشباب اضربهم. الشاطر تعيش وتاكل غيرها، لا في البال ولا على الخاطر، عليه وفي كديرها. يا غالي يا غالي، انا تو كيف تعرفت عليك؟ قلت لي غالي يا رجل، كان غالي بال بس. عليه وفي كديرها، عليه وفي كديرها. انا هذا عمل انساني، انا حنشوف لك كيف ايش يحس بطنه يا رب. خلاص انا ما انا عندي خيله ويله. شاف ما عاد ما عاد تديرها، عليه وفيك يديرها.